كوليكشن باريلاند هي أول كوليكشن لسارو فاشن إليت. حبينا بهاي الكوليكشن إنه إحنا نبين التطريز بطريقة كتير مودرن، بنفس الوقت إشي بتناسب مع المناسبات، وكل صبية أكيد بتحب إنها هي تعبر عن ثقافتها بأهم يوم لإلها، سواء كانت هي معزومة على مناسبة أو كانت مناسبة لإلها شخصياً. باريلاند كوليكشن مستوحاة من مدينة الخليل. حبينا بهاي الكوليكشن إنه إحنا نركز كتير على هاي المدينة العربية العريقة اللي معروفة بأزقتها القديمة والبازارات وحتى بالحرف تبعت أهلها، فهم معروفين بالحرف اليدوية اللي بيشتغلوا فيها مثل الجلود وشغل الزجاج وحتى شغل التطريز. اخترنا لهاي الكوليكشن غرز كتير مهمة وحلوة، منها مفاتيح الخليل، السارو، العنب وخيمة الباشا. هاي الكوليكشن هي تعاون مع يونيسف. يونيسف ساعدونا بهاي السنة إنه إحنا نوصل لعدد أكبر بشغلنا في مخيم غزة في جرش، وأكيد كثفنا جهودنا معاهم لحتى نوصل لأكبر عدد من العائلات ونفيد أكبر عدد من الشابات في المخيم. بحمد الله قدرنا نوصل ل200 سيدة وصبية اللي قدرنا نعلمهم حرفة التطريز اللي ممكن من خلال هاي الحرفة إنه هم يزيدوا دخلهم، وأكيد اشتغلنا معاهم هاي الكوليكشن اللي كلياتها مشغولة بالتطريز اليدوي بأيدي هدول الصبايا من مخيم غزة. من أهم الإنجازات اللي اشتغلنا عليها هاي السنة إنه إحنا قمنا بتسجيل سارو فاشن علامة تجارية. الحلو بهذا الموضوع إنه إحنا نقدر نطلع بهاي العلامة التجارية بأيدي مصنوعة في الأردن، والحمد لله نتاج وثمار جهودنا معهم كان بتطريز هاي الكوليكشن اللي قدمناها اليوم باريلاند، اللي هي أول كوليكشن معروضة لسارو فاشن إليت. شغلنا ما رح يوقف هون، وأكيد تابعونا لحتى تشوفوا كل شيء جديد من سارو فاشن وسارو فاشن إليت.